نبدأ مع حضرتك بمباراة بيراميدز بكرة. أهمية المباراة ديت للنادي الأهلي ورؤيتك الفنية ليها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهلا بيكم، واحنا كمان بنستمتع بيكم بصراحه. ربنا يخليك. برنامج البيت الكبير والنجاحات اللي انتوا بتقدموها لنا. ميرسي يا كابتن بيكو. ويعني عايز اقول لك ان جمهور النادي الاهلي بيستنى البرنامج بفروغ الصبر يعني. الله يخليك. مشاهده كبيره جدا ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. بالنسبه لبيراميدز بكره طبعا لسه كنت بتكلم مع سام قبل الهوا. اهلي في اهلي يعني. الاهلي بكره بيلعب يعني معظم تشكيله بيراميدز اولادنا اللي كانوا موجودين قبل كده، عبد الله السعيد ورمضان صبحي واحمد فتحي وشريف اكرامي. فطبعا مباراه انا شايف من مباراه العيار الثقيل، مباراه فيها دوافع كبيره جدا بالنسبه للفرقتين. النادي الاهلي عايز يحافظ على المكانه اللي هو وصل ليها وهي قمة الدوري، واحنا عارفين ان النادي الاهلي لما بيوصل للمركز الاول ما بيتنازلش عنه يعني لحد نهاية الموسم. فالنهارده بيراميدز بيمثل او مكانته في الجدول في المركز الخامس وعنده 13 نقطة من 8 مباريات. ده قليل على 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 قيمة فريق بيراميدز بالامكانيات اللي موجودة عليه من الناحية المادية ومن الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية. صحيح. يعني عدد كنت متوقع يكون يعني بعد الاسبوع الثامن في مركز افضل من كده بالظبط. يعني انا كنت متوقع زي السنه اللي فاتت كده ان هو كان الحصان الاسود لبطوله الدوري العام، وقدر ان هو يعني يحرج الفريقين الكبار الاهلي والزمالك في معظم او في المباراتين اللي هو اتقابلوا في الدوري العام. وطبعا لما وصل للبطوله الافريقيه يعني يمكن وصل للنهائي، لكن طبعا يمكن الخبرات فرقت معاه بشكل كبير. عايز اقول لك هاني ان هو لحد دلوقتي تكتيكيا او اداؤه داخل الملعب ما وصلش للنضج او ما وصلش للثبات او ما وصلش للشكل التكتيكي اللي احنا تعودنا عليه البيراميدز السنه اللي فاتت. انا شايف ان لحد دلوقتي يعني كميه المدرب مع اللاعبين ما وصلتش بالدرجه للناس كانت متوقعاها. طب واللعيبه فيما بينهم؟ لانه برضه في شويه لخبطه، سمعنا عن مشاكل داخل الفريق. اولا بعيدا عن الامور الفنيه، احنا كمان كنت بقول في الانترو ان المباراه بكره مهمه، مش بس عشان ان احنا نحصد 3 نقاط فيها كابتن ماهر، بس كمان علشان الجمهور بقى بيستناها في الفتره الاخيره دي، وانت عارف شويه يعني في حساسيه شويه في المباريات اللي زي دي في الفتره الاخيره. فنرجع تاني بقى لفكره الانسجام ما بين اللعيبه، لعيبه بيراميدز والمدرب واللعيبه فيما بينهم. بالظبط. ما اثر بشكل كبير في ادائهم. يعني حتى المباريات اللي بيكسبوها لو احنا كده استرجعنا مباراه بيراميدز مع الاتحاد، يمكن الاتحاد كسب 2-1 ومع الزمالك حصل درون 1-1 ومع سيراميكا يمكن كسبوا 1-0 مع الانتاج الحربي كسبوا 3-2 مع البنك الاهلي درون، وبعدين مع وادي دجله درون، وبعدين مع المقاولين العرب كسبوا 3-1 وسموحه اتعادلوا 1-1. يعني واضح قوي حتى من النتائج ان الانسجام مش موجود في طريقه اللعب ولا حتى في اللاعبين. يعني انا كنت بتكلم مع هاني ان الحاله الفرديه بس اللي بيقدروا يتفوقوا من خلالها. يعني مهاره رمضان صبحي في الثلث الهجومي بيقدر يخترق، شفناه في المباراه اللي كسبوا فيها. عبد الله السعيد كبلي ميكر عارف نوعيه اللعيبه اللي حواليه، بيقدر يتعامل معاهم ازاي بالنسبه للباصات القصيره او الباصات الطويله. عبد الله كمان بيجيد التصويبات من خارج ال 18 كوره الثابته. هم دول تقدري تقولي يا سهام يا هاني مفاتيح اللعب اللي موجوده في بيراميدز بشكل كبير.